السلام عليكم، ماش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. نحقق هذاك الرقم ديال 2000 نشره، لان الوقت اللي قررت لقيت راسي قربت ال 2000، دونك بون غنستمر في ال 2000 وغنوصل ل 2000 ان شاء الله. غيكون القرار انا في راسي راه حبست الاخبار دابا، اللي كيف قلت لكم بالنسبه للمسؤوليه ديالي داخل القناه ربما نقدر نقدم نشرات اخرى، لان غيكون خاص في البلانينغ مقدم ديال الاخبار. انا مستعد، انا هنايا انا جو سويز ان سالاريي دو دوزيام، دونك سي جو دوا روندر سيرفيس او رامبلير اون ميسيون كو مو دوموند جو لو فري. والهدف اللي كان عندي وهو نحقق هذاك الرقم ديال 2000 نشره، لان الوقت اللي قررت لقيت راسي قربت ال 2000، دونك بون غنستمر في ال 2000 وغنوصل ل 2000 ان شاء الله. غيكون القرار انا في راسي راه حبست الاخبار دابا، اللي كيف قلت لكم بالنسبه للمسؤوليه ديالي داخل القناه. بزاف ديال المغاربه اللي تضامنوا مع وديع دادا بخصوص هذا التوقيف، وبزاف منهم اللي ما عجبهمش الحال، من بينهم الاعلاميه جيهان العبادي اللي نشرات في الفيسبوك وكتبات، وتجي وحده تقول لينا دادا خاصو يتعاقب، يقولها بنفسه بالعلالي ما فيش حساب، ما جبت والو من عندي. ونشرات كذلك ما كانتش فراسي جورج واسوف عندنا في المغرب ومتوج بجائزه نجم السنه، فراسكم هاد الشيء؟ قال لك ما فيش عتاب. لا كبيضه، في عتاب يا جورج زمانك. وبالنسبه للجمهور المغربي بزاف ديال التعاليق، غنقول لكم البعض منهم. مثلا واحد الاخ كتب هي كتقصد ان وديع دادا تم توقيفه لانه يزاول تقديم المهرجانات والسهرات الى جانب عملي في دوزام، ولكن رشيد العلالي لا يتم توقيفه رغم انه يزاول عده نشاطات منها تقديم المهرجانات والسهرات خارج دوزام. واحد الاخت كتبات حتى واحد ما عنده ما يقول في وديع، انسان في المستوى، غير حنا في هاد البلاد تالبك طيح شي واحد تعالو التهمه، لا حول ولا قوه الا بالله. واحد الاخت وحده اخرى كتبات ما فهمنا والو. واحد الاخت كتبات الغريب العجيب، مدير دوزام المتقاعد هو اللي وقفه، عمرني كان كيحسب للمتقاعدين عندهم سلطه في التقاعد بلاد العجب هادي. وانتم اخوتي اخواتاتي شنو الراي ديالكم بخصوص هذا الموضوع؟ نتمنى نشوف الاراء ديالكم في الكومنتير. سلام عليكم، على امل نشوفكم في فيديو جديد. تحياتي للجميع.